انت بتعصر الزيت، عايز يعني كلمني عن مكنه العصر دي عامله ازاي؟ انت بتعصر بذره اسمها بذره خشب، بيطلع منها زيت ازاي دي؟ احنا حاولنا نجيب المكنه دي من الصين، لكن قالوا لنا عشان نستخرج الزيت من البذره دي لازم يحصل عمليه تسخين، فاحنا رفضنا الموضوع ده لان البذره لو حصل فيها تسخين هيحصل ان الزيت هيفقد القيمه العلاجيه بتاعته. بحثنا هنا في مصر على انه مهندس معين يحاول يصنع لنا المكنه دي. طب يعني دي اول مكنه في العالم بتعصر بذره اليقطين؟ طبعاً وهي جافه او ناشفه؟ طبعا، لان المكن الموجود في السوق المصري ما متعاملش مع بذور اليقطين. طب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي، الثمره انا بشوف فيها زيت بيطلع في الثمره نفسها وهي خضراء، طب مش ده زيت برضو؟ زيت بس يعتبر البذره فيها كل القيمه الغذائيه للثمره، زي الجنين كده، لانه هي فيها كل القيمه الغذائيه موجوده في البذره. يعني الثمره دي كلها اللي هي وزنها 12 كيلو دي 12 كيلو دي 95% منها ميه، 95% ميه و5% والباقي الياف وزيت، الياف واحماض امينيه.